وسط مخاوف دولية لهجوم روسي محتمل على المناطق الشرقية في أوكرانيا، لفتت مجلة فورين بوليسي إلى وجود مخاوف أخرى ليست سياسية التي تكمن في مستقبل الدول، من بينها الأفريقية والأسيوية التي تعتمد على المحاصيل الزراعية المنتجة شرق أوكرانيا. قالت مجلة فورين بوليسي الأمريكية إنه في حين تتجمع غيوم الحرب على طول الحدود الروسية الأوكرانية، تتصدر مخاوف وتساؤلات قد لا تلاحظ نسبيا، وهي مستقبل الدول التي تعتمد في الغذاء على أوكرانيا في حال هجمتها روسيا. المجلة لفتت كذلك إلى أن صادرات أوكرانيا الزراعية تعتبر من الضروريات لإطعام السكان في قارتي آسيا وإفريقيا، حيث أن جزءا كبيرا من الأراضي الأكثر إنتاجية في البلاد تقع في المناطق الشرقية. وأشارت فورين بوليسي لأنه في حال تحول هجوم روسي محتمل على أوكرانيا إلى استيلاء على الأراضي من قبل الانفصاليين المدعومين منها، فهذا قد يعني وجود انخفاضات حادة في إنتاج القمح وهبوطا حادا في صادراته. وفي هذا الصدد تمت الإشارة إلى أن أسعار الغذاء العالمية آخذة في الارتفاع إلى جانب أسعار السلع الأساسية الأخرى، واضطراب يهدد بمزيد من الصدمات في الأسعار مع تدافع البلدان المستوردة للحصول على الإمدادات الغذائية. وشددت المجلة على أن ارتفاع الأسعار سيفاقم انعدام الأمن الغذائي في العديد من البلدان النامية التي تعتمد على أوكرانيا في قوتها، ففي بعضها قد تشتعل الصراعات وتزيد التوترات العرقية ويتمدد العنف عبر الحدود، وأخرى مثل اليمن ولبنان قد تتدهور أوضاعها أكثر. حول الموضوع معنا من لندن عبر تطبيق زوم الدكتور مصطفى البزركان الباحث في الاقتصاد السياسي. دكتور مساء الخير، أهلا بك معنا. الوضع في أوكرانيا ينذر بمشاكل سياسية كثيرة، ولكن الناحية الاقتصادية أيضا يبدو بأن لها نصيب كبير، خاصة الدول الإفريقية والأسيوية التي تعتمد على المحاصيل الزراعية المنتجة في أوكرانيا تحديدا في الشرق الأوكراني. هنا نتحدث عن أو نتساءل عن حجم الضرر الذي سيعود على هذه الدول. بالتأكيد هذا الأسلوب الغربي الأمريكي بأخذ الأمور إلى حافة الهاوية، يقابلها كذلك الأسلوب الروسي، يهدد أوكرانيا التجاريين. أوكرانيا هي خامس أكبر مصدر للقمح في العالم، تصدر ثلاثة أرباع إنتاجها الذي يصل إلى 24 مليون طن إلى دول، إلى الصين، إلى ماليزيا، إلى إندونيسيا، إلى الدول العربية. يعني 50% من حاجة لبنان للقمح وليبيا من أوكرانيا. هناك حتى مصر التي تنتج القمح تحتاج إلى 14% من حاجتها من القمح الأوكراني، هذه بالإضافة إلى أنه الاتحاد الأوروبي هو سوق لأكثر من 40% من إنتاج أوكرانيا. هذا يجعل أنه هناك يعني تأثيرات كبيرة لو حصلت هذه الحرب، رغم أنه المؤشرات تدل على أنه كافة الجوانب تأخذ هذه الحرب بعين الاعتبار وتأثيراتها السياسية والاقتصادية والجيوسياسية. وشهدنا يعني اختلافا في المواقف الأوروبية بقيادة ألمانيا. ألمانيا لم ترسل أسلحة بقدر ما أرسلت مستشفى ميداني إلى أوكرانيا. البدائل أمام الدول التي تعتمد على المحاصيل الزراعية الأوكرانية أو مستوردية الغذاء الأوكراني، ماذا يمكن أن تكون؟ قد تكون يعني رب ضارة نافعة لدول أخرى. هناك دول يعني في مقدمتها من الدول العربية مصر، ولكن حاجاتها الداخلية لا يسمح لها بتصدير ما يمكن تصديره من القمح. هناك الولايات المتحدة الأمريكية أيضا منتج، هناك في جنوب شرق آسيا، ولكن بالتأكيد هذا لفترة قصيرة لن يعوض عن إنتاج أوكرانيا من القمح ومن اللحوم ومن سائر الزيوت التي معروفة بتصديراتها. طيب إذا ما رجعنا إلى سنوات للوراء، عندما دخلت روسيا إلى جزيرة القرم، هل كانت هناك مخاوف مشابهة؟ كان هناك ضرر اقتصادي إذا ما قارنا؟ النقطة الأساسية والمهمة ما تختلف عنه الآن، وهي هناك كان الشروع بالهجوم بدون هذه المقدمات. لا نزال نحن نعيش بأكثر من 3 أشهر من المقدمات لحرب متوقعة. اليوم أصبح هناك أنا أفسره هو انتصار للناتو والانتصار للولايات المتحدة في أوكرانيا. لماذا؟ لأن تم إرسال كافة الأجهزة العسكرية والأسلحة إلى أوكرانيا، واليوم تصبح أوكرانيا هي جزء من الناتو بدون أن تكون عضوا في الناتو. هذه نقطة أساسية ليست في صالح روسيا، ولذلك أنا أعتقد الأوضاع الجيوسياسية
ليس في أوكرانيا فقط وإنما حتى في منطقة الشرق الأوسط تؤثر على العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا، وبالتالي لا بد من التوصل إلى اتفاقات قد تأخذ بعض الأسابيع ولكن لن تأخذ الأمور إلى حرب حقيقية. دكتور مصطفى، إذا ما تحدثنا عن الوضع الغذائي العالمي في ظل ارتفاع أسعار الغذاء العالمية، في ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية، الاضطراب الذي يمكن أن يحصل بسبب الصادرات الأوكرانية، كيف يمكن أن يؤثر على الغذاء العالمي؟ إن تأثرت وانقطعت يعني الصادرات الأوكرانية، هذا سيضيف الطين بلة إلى مستويات التضخم الموجودة في الاتحاد الأوروبي، في بريطانيا، في الولايات المتحدة، في الدول العربية التي تعتمد على القمح من أوكرانيا. هذه نقطة مهمة وليس ولا تأتي في وقت مناسب. لماذا؟ لأن تأثيرات اجتياح كورونا، مستويات التضخم العالية، هذه تأخذ مستويات الأسعار الغذائية إلى مستويات قد بالتأكيد ستؤثر على القدرة الشرائية للمواطن ولحياة المواطن اليومية. شكرا لكم دكتور مصطفى البزركان الباحث في الاقتصاد السياسي من لندن، كنت معنا عبر تطبيق زوم.